رئيس الجمهورية رئيس الاتحاد الإفريقي يدعو في خطابه أمام القمة الكورية الإفريقية إلى إقامة شراكة ناشئة بين إفريقيا وجمهورية كوريا. رئيس الجمهورية يشارك بالعاصمة الكورية سيول في حفل العشاء المنظم على شرف رؤساء الدول والحكومات الإفريقية المشاركين في القمة الكورية الإفريقية. المدرسة الوطنية للإدارة والصحافة والقضاء تطلق تكوينا لمجموعة من الإعلاميين، وشبكة الصحفيات الموريتانية تنظم ملتقا للتغطية الإعلامية المهنية للانتخابات. أهلا بكم. أشاد فخامة رئيس الجمهورية رئيس الدوري للاتحاد الإفريقي السيد محمد الشيخ الغزواني في كلمة ألقاها في الجلسة الافتتاحية للقمة الكورية الإفريقية اليوم في سيول، بحرص الرئيس الكوري على تقوية العلاقة بين إفريقيا وكوريا ورغبته الصادقة في التعبير عن تعزيز هذه العلاقة لتشمل جميع مناحي الشراكات الاستراتيجية القوية. الفخامة السيد يون سوك يول رئيس جمهورية كوريا، أصحاب الفخامة رؤساء الدول الإفريقية، صاحب المعالي موسى فقي محمد رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، أصحاب المعالي أيها السادة والسيدات، يطيب لي ابتداء أن أتوجه بالتهنئة إلى صاحب الفخامة السيد يون سوك يول رئيس جمهورية كوريا على ما اتسم به تنظيم هذه القمة الكورية الإفريقية من جودة وإحكام، شاكرا لفخامته وللحكومة والشعب الكوريين ما لقيناه وسائر الوفود الإفريقية من حسن استقبال وكرم ضيافة كورية أصيلة. أصحاب الفخامة والمعالي أيها السادة والسيدات، إن شعار قمتنا هذه المستقبل الذي نبنيه معاً، النمو المشترك المستدام والتكافل، ليس تعبيراً عن مجرد أمل، بل هو في الحقيقة يحيل إلى ضرورة فرضتها جسامة التحديات التي تواجه عالمنا اليوم، والتي لرفعها وضعت أهداف التنمية المستديمة، وعلى أساسها اعتمد الاتحاد الإفريقي أجندة 2063. إن هذه التحديات بحكم خطورتها وأبعادها المتنوعة البيئية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية لتكشف يوماً بعد آخر ترابط مصائرنا جميعاً دولاً وشعوباً، واستحالة أن يكون لنا من مستقبل غير الذي نبنيه معاً في إطار من التكافل والنمو المشترك المستدام. وإن في زخم حضورنا اليوم ما يعبر في الآن ذاته عن ما تحظى به جمهورية كوريا من تقدير لدى الدول الإفريقية، وعن صدق إرادة الطرفين في العمل على تجسيد مدلول هذا الشعار ببناء وتطوير شراكة مثمرة تؤسس لمستقبل نبنيه معاً ويكون قوامه المنفعة المشتركة والنمو المستدام في إطار من الاحترام المتبادل. إن علاقات الدول الإفريقية بجمهورية كوريا علاقات صداقة وتعاون قديمة، شهدت في الفترات الأخيرة تطوراً ملحوظاً، خاصة مع القمة الكورية الإفريقية الاقتصادية الأخيرة التي وسعت أفق التعاون الاقتصادي بين الطرفين، والذي يشمل اليوم العديد من المجالات البالغة الأهمية كالطاقة والبيئة والبنى التحتية والتكوين وتبادل الخبرات الفنية، وهي مجالات تدخل في صميم تنفيذ برامج أجندة 2063 الإفريقية، وتنسجم تماماً مع أجندة 2030 الأممية. صحيح أن هذا التعاون لا يزال دون المستوى المأمول، فالتبادلات التجارية بين منطقتينا
لا تتجاوز 2% من تبادلاتنا الخارجية، لكننا نعول كثيراً على قمتنا هذه في أن تحقق نقلة حاسمة في اتجاه الارتقاء بشراكتنا إلى أبعد المستويات، فهي ستتيح لنا فرصة تقييم مدى تنفيذ مخرجات تعاوننا المشترك في العديد من المجالات كالتحول الطاقوي والاكتفاء الغذائي والتوطين الصناعي، كما ستكون مناسبة لوضع الآليات الكفيلة بتعزيز تعاوننا ليكون تعاوناً مستداماً ذا مردودية مشتركة نتقاسم بفضله النماء والتعاضد ضماناً لمستقبل واعد نبنيه معاً. وإننا لنملك معاً كل المؤهلات الضرورية لذلك بفضل ما تنعم به قارتنا من موارد طبيعية هائلة ومن حيوية ديمغرافية وما لديها من برامج ومشاريع عملاقة تنفذ في إطار أجندة 2063 ومنظومة حكامة آخذة في التحسن بنحو ملحوظ، وكذلك بفضل ما تتميز به جمهورية كوريا من تقدم تكنولوجي متسارع ومستدين. أصحاب الفخامة والمعالي، أيها السادة والسيدات، لقد بذلت وتبذل دولنا الإفريقية جهوداً كبيرة في سبيل إرساء حكامة رشيدة وتطوير منظومات قانونية محفزة للاستثمار، وإنني لأنتهز هذه الفرصة لأدعو المستثمرين الحكوميين والخصوصيين الكوريين إلى استكشاف أكثر لمقدرات قارتنا الغنية ومواكبة محاولاتنا الجادة إلى توطين الصناعة والتكنولوجيا بمختلف شعبها. وإنما تم التعهد به من استثمارات كورية خلال القمة الاقتصادية الماضية والبالغ 6 مليارات دولار أمريكي، وكذلك ما هو مبوب عليه من استثمارات في قمتنا هذه، ينبغي أن يوجه في الأساس إلى تطوير القطاعات ذات الأولوية الاستراتيجية كالبنى التحتية المستديمة والتكنولوجيا والزراعة والصحة والتبادل الجمركي الرقمي، كما يتعين أن يحظى الشباب بقسط وافر منه عبر دعم برامج التعليم والتكوين المهني لصالح شبابنا الذي يمثل حوالي 60% من سكان القارة. إنما تحتاجه إفريقيا اليوم هو شراكات فعالة تواكبها في تحقق التحولات الكبرى المرصودة في أجندة 2063. وبما أن استدامة النمو المشترك المتوخى من تعاوننا رهينة بنجاحنا في الحد من الآثار السلبية للتحول المناخي الذي تتعرض له قارتنا وتتعرض لأعتى مفاعله السلبية مع كونها الأقل إسهاماً فيه، فلا بد لنا من تعزيز تعاوننا في المجال البيئي، كما يجب علينا كذلك التركيز على الأمن الغذائي باستغلال ما تتيحه مبادرة حزام الأرز الكورية من فرص واعدة، هذا علاوة على العمل على إحداث نهضة صناعية إفريقية شاملة. أصحاب الفخامة والمعالي، أيها السادة والسيدات، إن تنفيذ خططنا التنموية البينية والقارية يصطدم بمعوقات كثيرة تزداد قوة وعمقا مع تأزم المناخ الدولي اقتصاديا وأمنيا وسياسيا بفعل تعدد الأزمات والحروب. وإنما نشهده اليوم في غزة وفي فلسطين عموماً من إبادة جماعية ممنهجة ليقوض السلم العالمية ويبطئ تنفيذ الخطط التنموية الدولية بحده من إمكانية تعبئة الموارد المالية الضرورية لذلك، لا سيما إذا انضاف إليه من جر عن الحرب الروسية الأوكرانية من مضاعفات اقتصادية وأمنية جسيمة. إن النظام العالمي اليوم يحتاج إلى إصلاحات جذرية توجب منا تنسيق مواقفنا المشتركة
في سبيل إصلاح مجلس الأمن ومراجعة المنظومة الاقتصادية العالمية، وإعادة النظر في ملف المديونية الذي يثقل كاهل بلداننا الإفريقية ويحد من قدرتها على الاضطلاع بالخدمات الأساسية لمواطنيها، وهو ما له تبعات مباشرة على أمنها واستقرارها. وإننا لا نتطلع كثيراً إلى تعزيز تنسيقنا في المحافل الدولية حول هذه القضايا، معولين على دعم جمهورية كوريا لمواقفنا العادلة. وإنني لعلى يقين من أن قمتنا هذه التي أرجو لأعمالها التوفيق والنجاح ستمكننا معاً من إقامة شراكة ناجعة نبني من خلالها سوياً مستقبلاً قوامه التكافل والنمو المشترك المستدام. أشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أقام فخامة رئيس الجمهورية الكورية سيد جون سونغ يول حفل عشاء على شرف رؤساء الوفود الممثلين للرؤساء والحكومات المشاركين في القمة الإفريقية الكورية في سيول. وقد عبر فخامة رئيس الجمهورية رئيس الاتحاد الإفريقي سيد محمد الشيخ لاسواني عن تقديره لمحتوى ومضمون الكلمة الترحيبية التي ألقاها رئيس الجمهورية الكورية خلال حفل العشاء. وقال فخامة رئيس الجمهورية إن بلدان القارة الإفريقية تتقاسم مع كوريا التطلع إلى بناء وتعميق شراكة مثمرة في كلا الاتجاهين لخلق تنمية مستدامة في إطار من الاحترام المتبادل، مشيدا بقناعة الرئيس الكوري بقدرة الجانبين على تعميق وتوطيد الشراكة لمواجهة التحديات وتحقيق العديد من الأهداف المهمة في مجالات مختلفة مثل التعليم والتكوين والطاقة والزراعة والصناعة التي تهم الجميع وتحقق مستقبلا ساهرا. خصصت لجنة الشؤون الاقتصادية بالجمعية الوطنية الاجتماع الذي عقدته صباح أمس برئاسة النائب محمد لمين سيدي مولود وبحضور عبد السلام أول محمد صالح وزير الاقتصاد والتنمية المستدامة ممثلا للحكومة في هذا الاجتماع للدراسة المعمقة لمشاريع القوانين التالية: مشروع قانون يتعلق باتفاقية القرض الموقعة بين بلادنا والرابطة الدولية للتنمية والمخصصة لتمويل سياسة تنمية التسيير الشبائي والقدرة على الصمود، مشروع قانون يتعلق باتفاقية القرض الموقعة بين بلادنا والوكالة الفرنسية للتنمية والمخصصة لتمويل المشروع المندمج لتعبئة المياه السطحية، مشروع قانون يتعلق باتفاقية تمويل مشروع التسيير المستدام للموارد الطبيعية والتجهيز البلدي وتنظيم المنتجين الريفيين الموقعة بين بلادنا والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، مشروع قانون يتعلق باتفاقية القرض الموقعة بين بلادنا والرابطة الدولية للتنمية والمخصصة لتمويل مشروع تنمية حوض نهر السنغال ودعم قدرته على الصمود، مشروع قانون حول اتفاقية التمويل الموقعة بين بلادنا والرابطة الدولية للتنمية والمخصصة لتمويل مشروع دعم النظام الصحي عناية الموسعة، مشروع قانون يلغي ويحل محل القانون القاضي بإنشاء منطقة حرة في نوالبو. طلق الصباح أمس بالعاصمة فعالية برنامج التكوين لصالح مجموعة من العاملين في مجال الإعلام الخصوصي من صحفيين وفنيين. يهدف هذا التكوين إلى تمكين الصحفيين المشاركين من الأدوات اللازمة للنهوض بالإعلام الخصوصي. تشريعات وأخلاقيات الصحافة الاستقصائية هي مواضيع النسخة الرابعة من الدورة التكوينية الشاملة للصحافة الخاصة المنظمة من قبل صندوق دعم الصحافة الخاصة والمدرسة الوطنية للإدارة والصحافة والقضاء، وذلك من أجل تمهين الحقل الإعلامي. إن الاهتمام بتكوين وتمهين الصحافة يشكل إحدى أهم محاور برنامج فخامة رئيس الجمهورية سيد محمد الشيخ الغزواني، تسهر حكومة معالي الوزير الأول السيد محمد البلال على تطبيقه بشكل متكامل. وما المكاسب التي تحققت مؤخرا في مجال الحريات الإعلامية وتحسين ظروف عمل الصحفيين ومضاعفة الدعم العمومي وتصدر بلادنا للبلدان العربية والإفريقية في مجال حرية الصحافة
إلا تجليات لهذا الاهتمام وثمار شاهدة لمسار الإصلاح الإعلامي الذي تم إطلاقه بالشراكة مع الإعلاميين قبل 4 سنوات، وهو الإصلاح الذي تواصل السلطات العمومية بجد وواكبه الإعلاميون بالصدق. يشارك في الدورة التكوينية 100 صحفي من القطاع الخاص باللغة العربية واللغات الوطنية والفرنسية. تتنزل هذه الدورة التكوينية في إطار الاهتمام البالغ الذي توليه السلطات العمومية للتكوين المستمر، والذي تعمل المدرسة الوطنية للإدارة والصحافة والقضاء على تجسيده واقعا ملموسا، حيث تشهد المدرسة حاليا سلسلة من التكوينات المستمرة في مختلف المجالات ولصالح عدة قطاعات حكومية. رئيس السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية قدم محاضرة عن الخبر وقدسيته. من القارب أن نرتل من صورة النبل، وجئتك من سبب بنبأ يقين أني وجدت امرأة تملكهم وأوتية كل شيء ولها عرش عظيم، جدتها وقومها. وهذا حقيقة قد يعود في ياسر من التوهيل، لكل التكوينات التي يقام بها لصالح الصحفيين تستهدف اساسا تدعيم معارفهم العلميه والمهنيه، ومن اولى اولويات الصحفي هو ان يحافظ للخبر على قدسيته والراي على حريته. والايه سوره النمل خصوصا نموذج جلي من التمييز الصارم بين صدقيه الخبر وبين حريه الراي. تندرج هذه الدورة التكوينية في إطار التعاون بين صندوق دعم الصحافة الخاصة والمدرسة الوطنية للإدارة والصحافة والقضاء. إن تكوين الصحفيين أمر أساسي لضمان جودة العمل الصحفي ومواكبة التطورات الحديثة في المجال، ويساعد التدريب على تطوير المهارات اللازمة للبحث والتحرير والتواصل بفعالية مع الجمهور، كما يساهم التكوين في تعزيز الوعي بالمعايير الأخلاقية والمهنية للصحافة، ويساعد على فهم أفضل لأخلاقيات العمل الصحفي وضرورة الحفاظ على النزاهة والموضوعية في تغطية الأحداث. سيتلقى المشاركون في هذا التكوين الذي يستمر 2 أسبوع دروسا نظرية وتطبيقية في مختلف المجالات المتعلقة بالحقل الإعلامي، مقدمة من قبل خبراء متخصصين في مجال تقنيات الإعلام والاتصال. في موضوع ذي صلة، نظمت شبكة الصحفيات الموريتانية صباح أمس ملتقى واكشوط للتغطية الإعلامية المهنية للانتخابات. يشارك في هذا الملتقى عدد من الإعلاميين وممثلي المؤسسات الإعلامية والمهتمين بالشأن السياسي الوطني. تزامنا مع الانتخابات الرئاسية المقبلة ومحافظة على تغطية إعلامية محايدة لضمان انتخابات نزيهة وشفافة، في نسخته الثانية تنظم شبكة الصحفيات الموريتانيات ملتقى واكشوط للتغطية الإعلامية المهنية. يأتي تنظيم ملتقى واكشوط للتغطية المهنية للانتخابات النسخة الثالثة الذي عودتنا شبكة الصحفيات الموريتانيات مشكورة على تنظيمه أمام استحقاقات وطنية عديدة، تزامنا مع استعداد بلادنا لتنظيم الاستحقاقات الرئاسية المقررة 29 يونيو 2024، وسيسهم هذا الملتقى في تحسين قدرات الصحفيين عبر التكوين على التغطية المهنية المحايدة، ومد الصحفيين الموريتانيين بالمهارات والخبرات والفنيات الضرورية من أجل أداء مهامهم النبيلة، وتسريحهم بما يلزم لمعالجة الأخبار المتعلقة بالانتخابات باعتدال ومسؤولية، وهو ما ينسجم مع رؤية السلطات العليا وما تسعى له من أجل وجود صحافة مهنية ذات مصداقية قادرة على توصيل الخطاب ونقل المعلومة الصحيحة في صورة دقيقة ومهنية، وخلق مناخ مناسب لنقاش هادئ وبناء يفسح المجال أمام الرأي والرأي الآخر. استهل الحفل بعرض فيلم عن أهم الأنشطة التي تم تنظيمها على هامش الملتقى ومدى حضوره واستعداده للمشاركة في إنجاح العملية الانتخابية بكل مهنية وحياد. يحمل الملتقى دلالة تشاركية وإجماعية الشركاء. نحن جميعا شركاء في نجاح المسار الانتخابي، سواء بهيئاتنا التنظيمية المكلفة بالتنظيم المادي وبتمويل النفاذ العادي للمترشحين لدى وسائل الإعلام، وسواء بإعلاميين ومثقفين وكل شركائنا في
تنميته نحن جميعا شركاء في إنجاح هذا المسار. إنجاح المسار يتطلب تكوينا تحيينا وتحسينا، تكوينا للإعلاميين ولكل الوسطاء بين المترشحين وبين الناخبين، وعودة متواصلة لمفهوم المشروعية والشرعية، لأنها لحظة إعلام لقيم الديمقراطية وقيم التعدد وقيم السلم وقيم التنافس البناء. خلال 3 أيام سيتلقى المشاركون محاضرات حول الموضوع أطراف العملية الانتخابية، أدوار ومسؤوليات، والسلامة الصحفية أثناء تغطية الانتخابات، بالإضافة إلى ورشات عمل تطبيقية. العنوان يحيل إلى مقاربة هامة في هذا الظرف بالذات، فنحن على بعد أيام من انطلاق الحملات الانتخابية الممهدة لرئاسيات 24 بعد 2000، ولعله من الوارد في هذا السياق أن نضع النقاط على الحروف بخصوص انشغالات ممتهني صاحبة الجلالة. عندما نسعى معا إلى تكريس الحياد والشفافية، ونطمح إلى تغييب المعلومة المغلوطة، ونقف حجر عثرة في وجه الأخبار الكاذبة. ملتقى وشوط للتغطية الإعلامية المهنية للانتخابات، ملتقى يأتي بتعاون بين شبكة الصحفيات الموريتانيات ووزارة الثقافة والشباب والرياضة والعلاقات مع البرلمان ووزارة العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة وبعض الشركاء الإعلاميين. أدبنا في شبكة الصحفيات الموريتانيات على تنظيم ملتقى وشوط للتغطية الإعلامية المهنية قبل كل استحقاقات لتكوين الصحفيين وتسليحهم بالمعلومات اللازمة التي تساعدهم على تغطية مهنية متوازنة وحيادية، وذلك من خلال دورة تكوينية يشرف عليها مدربون وطنيون ودوليون ودليل للتغطية وندوات إعلامية وسياسية. المداخلات خلال الملتقى ركزت على أهمية التكوين المهني في هذه المواسم الانتخابية، وهو ما أكدته ممثلة الأمم المتحدة للإنماء وكالة. كما ثمن الأستاذ المحاضر رياض معسعس عمل الشبكة في هذه المواسم الانتخابية، مؤكدا ضرورة دعمها المستمر. أطلقت مفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني صباح أمس بنواكشوط منصة لمتابعة تنفيذ التوصيات الموجهة للحكومة من طرف الآليات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان. تهدف المفوضية من خلال هذه المنصة إلى توفير توصيات هيئات الأمم المتحدة التي وقعت عليها بلادنا. مفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني تنظم ورشة لإطلاق قاعدة بيانات لمتابعة تنفيذ التوصيات الموجهة للحكومة من طرف الآليات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان، وذلك بحضور ممثلين عن الهيئات الوطنية لحقوق الإنسان والشركاء الفنيين والماليين ومنظمات الدفاع عن حقوق الإنسان. تتميز قاعدة البيانات هذه بكونها أداة رقمية فعالة لجمع ومتابعة جميع التوصيات والملاحظات المقدمة إلى الحكومة في إطار التفاعل الإيجابي مع الآليات الأممية والإقليمية لحقوق الإنسان. من خلال استعراض التقارير ونقاشها وتنظيم زيارات الإجراءات الخاصة للمقررين الخاص ومجموعات العمل، كما تتميز بكونها أداة لتسهيل التنسيق الحكومي والتحديث المستمر للبيانات، بما يسمح بتصنيف وتحديد المسؤولية المناطة بكل قطاع على حدة، وتتبع مدى التقدم الحاصل على مستوى تنفيذها كالتزامات للحكومة في مجال حقوق الإنسان وأهداف التنمية المستدامة. يتعين الوفاء بها وفق آجال محددة، إضافة إلى ما توفره من مساعدة في إعداد وصياغة التقارير المقدمة إلى الآليات الدولية والإقليمية. منصة خاصة بتتبع وتنفيذ جميع التوصيات المقدمة لموريتانيا التي تدخل في إطار الهيئات التعاقدية للأمم المتحدة.
سعيد بوجودي معكم في حفل إطلاق قاعدة البيانات التي تشرفون عليها لرصد توصيات آليات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، والتي تعد نتاج عملية بحث عدة سنوات من طرف المفوضية وبالتشاور مع مجلس حقوق الإنسان في جنيف خلال فترة المراجعة الدورية الشاملة والمشاركة البناءة مع هيئات مراقبة المعاهدة التي قدمت لها موريتانيا مؤخرا عدة تقارير وشاركت في حوار بناء مع خبراء الأمم المتحدة. هيئات ومنظمات مجتمع مدني تابعوا عرضا مفصلا حول قاعدة البيانات التي أنشأتها المفوضية والمحتوى الذي تم إدراجه ضمن بياناتها، إضافة إلى توفير تلك البيانات لمن يريد مراجعة جميع الأعمال التي تقوم بها. أشرف وزير التنمية الحيوانية أمس من قرية جدة ببلدية أقشورقيت على انطلاق الإحصاء العام للثروة الحيوانية على المستوى الوطني. يهدف هذا الإحصاء الأول من نوعه إلى جمع البيانات الكافية عن الثروة الحيوانية في بلادنا. من قرية جدة التابعة لبلدية قشورقيت في ولاية البراكنة، أشرف وزير التنمية الحيوانية أحمد ديتو للشين رفقة والي البراكنة على إطلاق الحملة الوطنية للإحصاء العام للثروة الحيوانية. وبهذه الإشارة انطلقت فرق العد المكلفة بالإحصاء في البراكنة على غرار البعثات في عموم التراب الوطني. تستهدف الحملة إحصاء دقيقا وشاملا، وقد اتخذت كافة اللوازم والمعدات لضمان نجاح هذه العملية الأولى من نوعها في بلادنا. يأتي قرار الحكومة بإجراء أول إحصاء عام للثروة الحيوانية تطبيقا للتوصيات الدولية التي تدعو جميع البلدان إلى تنظيم إحصاء عام للثروة الحيوانية، وتنفيذا لتلك التوصيات عهدت الحكومة بتنفيذ هذا الإحصاء إلى الوكالة الوطنية للإحصاء والتحليل الديموغرافي والاقتصادي بتمويل من خزينة الدولة وبدعم مالي وفني من البنك الدولي ومنظمة الأغذية والزراعة. إن الإحصاء العام للثروة الحيوانية هو عملية واسعة النطاق تهدف إلى جمع ومعالجة ونشر المعلومات النوعية والكمية عن بنية الثروة الحيوانية، وسيغطي بشكل أساسي مجموع قطعان الماشية على المستوى الوطني: الإبل والأغنام والماعز والبقر والدواجن والحمير والخيل، بالإضافة إلى بعض خصائص التربية الحيوانية: النوع والسلالة والجنس وهياكل وخصائص أنظمة التنمية الحيوانية، الصحة الحيوانية، الشغل في القطاع والديناميكية التحركات المشية. وموازاة مع إطلاق الإحصاء العام للثروة الحيوانية، أطلق القطاع حملة تحسيسية لتوعية المنمين حول أهمية هذا الإحصاء في إتاحة بيانات شاملة وموثوقة تساهم في تسهيل رصد وتقييم سياسات وبرامج التنمية. أؤكد لكم الاتحادية على استعداد تام لبذل كل ما من شأنه أن يساهم في إنجاح هذه العملية لما لا من أهمية بالغة. الوقت الذي أخاطبكم فيه يتواجد 13 فريق منا بجميع ولايات الوطن بما فيها نواكشوط من أجل حضور انطلاقة العملية الوطنية مع السادة الولايات وتحسيس أقسامنا ومنتسبنا في الداخل. هذه الفرق مزودة بوسائل نقل والشعارات مناسبة لإقناع المنمين بالإنخراط في عملية الإحصاء. جهود رحب بها المنمون مزمنين المكانة الخاصة التي تليها السلطات العمومية للثروة الحيوانية. ومن المنتظر أن تستمر المرحلة الأولى من هذه العملية حتى 5 يوليو المقبل، فيما ستستمر المرحلة الثانية مدة شهرين. محمد الملهادي، قناة الموريتانية، بلدية قشورقيت. نهاية النشرة، تذكر بالعناوين: رئيس الجمهورية رئيس الاتحاد الإفريقي يدعو في خطابه أمام القمة الكورية الإفريقية إلى إقامة شراكة ناجعة بين إفريقيا وجمهورية كوريا. رئيس الجمهورية يشارك بالعاصمة الكورية سيول في حفل العشاء المنظم على شرف رؤساء الدول والحكومات الإفريقية المشاركين في القمة الكورية الإفريقية.
المدرسة الوطنية للإدارة والصحافة والقضاء تطلق تكوين لمجموعة من الإعلاميين، وشبكة الصحفيات الموريتانية تنظم ملتقى للتغطية الإعلامية المهنية للانتخابات. شكرا على كرم المتابعة، إلى اللقاء.